وللحديث أكثر عن الوضع الصحي في العراق في ظل تزايد تفشي وباء كورونا ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا بك معنا دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور إبراهيم. يعني 12 ألف إصابة جديدة و 71 وفاة في العراق بحسب وزارة الصحة، إلى أي مدى ترى أن هذه الأرقام تمثل الحالة الحقيقية لتفشي الفيروس في العراق؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم الكريمة. أستاذي العزيز، الوضع الصحي في العراق منهار نقطة راس سطر، لا حد يخاف اللي بالوضوح مبين. من أول ما صارت الجائحة مال كورونا إلى الآن إحنا كخبراء أو بيئة يفترض غلق المناطق المصابة. ماذا يصير غلق؟ كحلتها وزارة الصحة بين هلالين بإنشاء مستشفيات السندويش بنر اللي قابلة للحرق، وحوادث الحرق الناصرية والمستشفى ابن الخطيب وبغداد كلها سوء إدارة التعامل مع الأزمة. هذه الأرقام أقل بقليل. ليش أقل بقليل؟ لأن المسحات قليلة. من يأخذ 40,000 مسحة من كل العراق من مجموع 41 مليون، والإصابات 12,000، يعني إذا يأخذون 100,000 يعني الإصابات قدرة تصير أكثر من 60,000 70,000 إصابة. المورتاليتي ريت بدأ يصعد، حالات الوفيات بدأت تصعد. ليش؟ إمكانياتنا صفر، لا حد يزاود لي. دكتور إبراهيم، يعني هذه الأعداد الكبيرة سينضم إليها لربما أعداد أكبر ونحن على أعتاب الاحتفالات الدينية كما تعلم، ودخول زوار من إيران خاصة لقضاء عطلاتهم أثناء تلك الحفلات. هل هناك تدابير وقائية أعلنت عنها الحكومة لمواجهة موجة الزيارات القادمة؟ سيد العزيز، هذا الحكي إحنا نعم الفواتح رجعت. هسه انت سمعت التقرير مالتكم، المسابح والدنيا والعرب. المسابح ما حد يروح لها اساسا، بس اني هاي المولات والحسينيات والجوامع، اني هاي الجمعه امام الجامع قلت اخي اني طبيب وملقح جرحتين ولابس زبد كمامه، والمصلين ولا واحد لابس كمامه، الاسواق ولا واحد لابس كمامه. الحكي بيناتنا، وزاره الصحه تعبانه، امكانيات الدوله ضعيفه، عايشه على الهبات. بايدن يقول انت راح اعطيكم 500,000 جرعه، بايدن هذا البارحه اللقاء وياه، يعني عايشين على الهبات، يعني ما عندهم حتى لقاء الى الان. المجموع واحد يبدو اننا فقدنا الاتصال مع دكتور ابراهيم سليمان الطبيب العراقي، كان معنا عبر الهاتف من بغداد. بجميع الاحوال شكرا جزيلا لك دكتور.